فرقة خمسة أقوى. اجتماعنا في يوم مختلف ومميز، يوم الحقيقة. يوم البهجة والفرحة. كربي هذا كابل عشان الحديقة. هذا ما أدري. حنا ها؟ شمس ذات كونان. هذا حق أستاذ أميرة. هذا حق أستاذ شجاع. تشيك تشيك. حين نجتمع للعالم كي نسد سدوى، ولدينا ألحان حلوة، وتهاني العيد كذا حق. أهم شيء تعالي ولي تعال. ترانا حنا خمسة أضواء. ترى إذا ما جيت يصير لنا أربعة أضواء. جينا بالاستديو أربعة أضواء. إذا ما جيت ترى ما أعطيتش البطاطس، جبت خمس بطاطسات. تبي ترى أنت دائم تقولي للنبي الحديقة تعالي، اليوم صار الحديقة تعالي. خمسة لا لا أربعة. كنا ننتظر لا تجي، لكن عرفنا انها عندها ظروف ولا راح تجي. السلام عليكم. كنا نتمنى انه يكمل اجتماعنا ايام البهجة والفرح، ورحنا للحديقة. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ولدينا ألحان حلوة. بقول لي أنت، أنا ترى قاعد أسمع دفتر تواجه بالمرجيحة تتصرف. صورنا يوم هناك. أنا صورت هناك كاميرا. أنا بقول ترى قاعد أهدف ترى الشبر من أنا ذي بالمرجيحة، قاعدين حنا نلعب. وجي دور باب المرجيحة تجي. نلعب هنا. نلعب يلا. نلعب شوي. حين نشت جئنا من استديو خمسة أضواء. أعددنا حفلة من فرح للعالم كي نشت شاتوا. وعشاننا نحب إذا جينا المكان يكون نظيف وحلو. أول ما خلصنا من الأكل جمعنا كل القراطيس وديناها لمكانها المخصص. والحين جاء الوقت اللي نودع فيه الحديقة. حين نجتمع حين نجتمع حين البهجة والفرح. جويلي لا جويلي اليوم استدي أميري قصتي. أحد الأيام اجتمعنا للبروفات بعد وقت طويل من التدريب. طلبنا من شدا إنها تلعبنا لعبة الاستراب عشان نتدرب وإحنا مستمتعين. الحين حنا نسوي استعراض ونتدرب، واللي ما يسوي زين يدخل بالسجن هنا.
واللي يقعد هنا واللي تبقى آخر وحدة هي الفائزة. عددنا حفلا من فرح للعالم كي نسد سدوى. والله قلت كذا متعان العيد كذا حلو. أنا بعد زي أنت، أنا زي أنت قلت صح صح. استديو خمسة أضواء عددنا حفلا من فرح تهاني العيد كذا حلوى. أيام البهجة والفرحة كربيع قد عم الصبح دي المولى تبني في أضواء. جئنا من استديو خمسة أضواء كل واحد بداره عددنا حفلا من فرح. افتح يلا ماشي. او يلا لا لقد لبست ملابسي. لماذا؟ اذا ساخبر والدتي. لقد لبست ملابسي. لماذا؟ اذا ساخبر والدتي. إنها ملابسي. الكذب حرام، ألا تعلمين؟ لم أكذب. ها يا نون حين نجتمع. شعوري شفتها طلية أكبر لك ربيع قد عم الصبح آيادا من يلا فلوس حقت المقصف اللي قلت لس خل نشري هدية لماما. وشو اللي هاجل طاحت من الناس راح يقولي لأمي أنا النبي عشرة علشان نشري شيء. أمي رايحة. لا والله لو جت قولي له. طيب الحين يلا خل نحتريها. شوف يا جت قبل شوي دخلت. ما هذا أبوي. لا أمي لابسة عبات تراه مو بلابسة شيء أبيض زيهم. يلا خل نروح. لا انت روحي بالحالس. طيب. لا بس انت اللي معي فلوس. ما معي فلوس وانت اللي تطلبين الفلوس. خلاص ماما معك فلوس عطى العشرة. شفتي ما مع امي الا معها. لا الا تعال روح اسالي ماما معك عشرة. شفتي قالت ايه. طيب يلا عظيم امسكي يلا هذه العشرة. ما شاء الله يلا روحي جيبي هدية. تعالي معي يلا. في الحلقة الجاية راح تشوفون مجموعة أحداث وراح نكمل منافسة الاستعراض ومين راح يفوز. تابعونا حين نجتمع كل أربعاء.